طيب معانا مداخلة تليفونية، مين يا جماعة؟ معلش مسمع. طيب معانا كابتن علاء كمال، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق. يا كابتن علاء مساء الفل، مساء الفل يا مينا، ازاي اخبارك ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ مساء الفل عليكم وعلى كل مشاهدي نادي الزمالك. طبعا منورنا ومشرفنا، ويمكن كنت اتمنى ان المداخلة تكون في ظروف احلى، نكون كسبانين، ولكن بالتأكيد حضرتك سمعتني وليك تعقيب اتفضل على اللي انا معاك. بقوله في كل الجوانب. طبعا هو مبدئيا طبعا هو توقيت المباراه، يعني بحكم طبعا لعيبه الكوره والناس اللي لعبت كوره عارفه ان التوقيت صعب جدا انك تلعب في درجه حراره عاليه، 5:30 دي برضو موعد ماتش، يعني ميعاد ماتش مش كويس. وزي ما انت كنت بتقول انك ان نادي الزمالك طلب تاجيل المباراه لتبدا الساعه 7، يعني لحد ما الجو بيبقى افضل شويه على الاقل، حتى الشوط الثاني يبتدي الجو يتحسن. دي اكيد اثرت على اللعيبه. تاني حاجه هي يعني استكمال اللخبطه اللي حصلت زي ما انت بتقول برضو من بدايه الموسم، مواعيد الماتشات اللي مش مترتبه، ضغط الماتشات اللي في اخر الموسم، عايز تخلص الدوري على طول، فانت كل يومين ثلاثه بتلعب مباراه، مش فارق معاك ارهاق اللعيبه. الحاجات دي كلها طبعا حاجات مؤثره جدا على بطوله الدوري ومتعتها، على يعني على كل الجوانب بقى. فاحنا بنتكلم على يعني هرجع لك شويه بالزمن، زمان شويه اتفضل. احنا كنا عندنا بدايه موسم ونص موسم ونهايه موسم، احنا كنا بنبدا في ميعاد في نص الموسم ده بقى ليه ميعاد اللي هو الانتقالات اللي بتبقى في يناير، ونهايه الموسم يبقى ليها ميعاد، فاللعيب بيبقى عارف بيبدا امتى وفي وسط الموسم امتى وبينتهي امتى، فانت بيبقى عندك فرصه انك تقدر تجيب لعيبه في ميعاد، وان اللعيبه تقدر تديها اجازه في مواعيد، يعني كل دي حاجات بتبقى بتفرق جدا مع لعيب الكوره، بالذات لو انت الحاجات دي بتبقى بالنسبه له مترتبه. فده استكمال مش عايز اقول كلمه اكبر من ان طبعا من بدايه الموسم ده استكمال لعدم التنظيم الجيد من قبل لجنه المسابقات لبطوله الدوري بشكل عام يعني. وعلى فكرة يا فدي كابتن، نتيجه يعني معذرة لو بقاطع حضرتك، ده هنشوف نتيجته مع منتخبنا الوطني. أنا آسف، بالظبط. يعني إحنا شفنا نتيجته مع المنتخب الأولمبي، وهنشوف نتيجته مع منتخبنا الوطني اللي داخل على كأس أمم إفريقية وداخل على تصفيات كأس عالم. خلاص فاضل يعني على الحلو تكة زي ما بيقولوا يعني. انت كمان يمين صح زي ما انت بتقول، المنتخب مصر هيتاثر، انت بتيجي تعمل المعسكرات او بتيجي تعمل فترات اعداد للمنتخب او بيجي يتجمع كلها المعسكرات إصابات عضلية. كلها، اللعيبه بتبقى مجهده جدا وبتروح تعبانه جدا صحيح. ومفيش فتره راحه كبيره، لعيب يبقى جاي مع فرقته لعب له في ال 10 ايام ثلاث اربع مباريات، ده ضغط كبير. احنا في مصر في الاول وفي الاخر ده مصر، واحنا يعني الحجم المباريات لما بيزيد على اللعيبه يعني بتدي الاصابات تزيد، وبتدي الحجم الاصابات تكتر، وبتدي اللعيبه الارهاق يبان عليها جدا، زي ماتش النهارده صحيح. شايف اللعيبه بتبقى عامله ازاي نهايه الموسم، الاجهاد باين جدا وواضح. انت بتيجي فاضل لك شهر والموسم ينتهي مثلا وعندك فوق ال 10 ماتشات عايز تخلصهم، صحيح. فاللعيب بيبتدي يلعب كل يومين وثلاثه ماتش، ده احنا ما بنستحملش كده يعني، اللعيبه المصريه احنا ما بنستحملش كده. احنا يعني انت برضو بدايه الموسم ممكن كنت كل اسبوع ماتش كل 10 ايام، فانت فجاه جيت ضغطته في وقت قصير جدا عايزه يلعب ماتشات كتير جدا عشان تنهي الموسم. فالبدايه مهمه انك تعمل جدول من بدايه الموسم، ماتشات مترتبه، الفرق اللي بتلعب في افريقيا عارفه ان هي رايحه تلعب ماتش يوم كذا وهترجع تلعب في الدوري امتى، حتى المدرب اللي ماسك الفريق او المدير الفني بتاع الفرقه يبقى عارف هو هيعمل ايه، ما يبقاش سايب الموسم كده مفتوح يعمل فتره اعداد براحته. عندك توقيتات، عندك مواعيد، يبقى مثلا عارف ان هو لازم يعمل فتره اعداد، لازم يجهز اللعيبه في 15 يوم، لا 20 يوم، لا شهر. فالحاجات دي بتبقى بتاثر جدا على المدير الفني اللي بقى ماسك، بالذات المدربين الاجانب اللي مش متعوده على الشكل ده. صحيح. كل المدربين الاجانب هتلاقيها اشتكت الموسم ده كتير جدا من سوء التنظيم، سواء في مواعيد المواصلات او ارضيات الملعب، حتى برضو دي عايز ارجع لك ليها برضو، معلش يا مين انا اسف، لا خد وقتك ارضيات انا الملعب معاك في اي حاجه. وسوء الارضيات بتاعه الماتشات وانت بتتفرج على المباريات في كل الاستادات بتاثر جامد جدا على اللعيبه. اقول لحضرتك حاجه، كل بما لعيبه ان الكوره حضرتك اتكلمت عن ارضيه الملعب، النهارده الشوط الثاني بالكامل مفيش لمبه، مش كشاف، لمبه نورت في استاد القاهره، بالظبط. انا وكانه اتفرجت على بنستنى المباراه معاك. الماتش يخلص. خلاص بقى، خلاص الشمس لسه منوره شويه جزء من الملعب. هل ده طبيعي؟ انا مش لا عارف. طبعا مش طبيعي. لا طبعا مش طبيعي خالص. انا كنت في الاستاد على فكره، بنقل حاجه واقع في الاستاد، مش من حته تانية يعني. لا مش طبيعي طبعا. هتلاقي الحاجات دي بقى حاجات كتير جدا بقى، يعني دي من ضمن الحاجات الصعبه اللي بتمر علينا في الكوره في مصر في الموسم ده. مفيش حد اتفرج على الموسم ده غيره وشايف كميه لخبطه وكميه عدم
ترتيب الترتيب اللي بيترتب بيه الموسم من بدايته مش موجود، فانت مش مستحيل تيجي ترتب موسم او تحط توقيتات لمواعيد ماتشات في نهايه الموسم ولا من بعد الدور الثاني ولا في اخر شهر ولا اخر شهرين، مش حد بيعمل كده خالص. ماتشات الفرق اللي بتلعب في افريقيا انت عارف 1 2 3 4 4 فرق بتلعب في افريقيا، ناس عندها دوري ابطال افريقيا وناس بتلعب في كاس افريقيا، عندهم ماتشات في مواعيد ثابته، وماتشات الدوري المفروض تتلعب من بدايتها بمواعيد ثابته، المفروض منتخب مصر بيتجمع في توقيتات ثابته، كل الحاجات دي تواريخها بتبقى معروفه وموجوده انت ما بتتفاجئش بيها. فانت علشان تحسن من الاداء او تحسن من جوده الدوري المصري انت لازم الاول يبقى عندك جدول ثابت، لازم ارضيات ملعب تكون مجهزه بشكل كويس جدا، عندك الاداء طبعا بتاع التحكيم يبقى برضه متجهز من بدري جدا، كل ده قصه وحدوته ده يا كابتن، قصه وحدوته دي قصته قصه كبيره كمان، موضوع طبعا الاداء التحكيمي طبعا في الدوري المصري ده قصه كبيره، الحاجات دي كلها لازم تبقى مترتبه علشان ما تجيش بعد كده تلوم وتقول اصل منتخب مصر ما قدمش نتائج، صح. اصل المنتخب الاولمبي ما اعرفش ما وصلش لفين، يا جماعه ما الحاجات دي بتبقى حاجات اصلا يعني ارجع لورا كده هتعرف ان دي النتيجه خلاص، ما انت هتوصل لفين، صح. يعني هتروح لفين. خليني اسالك يعني لو بندور لحل، هل حضرتك مع ان الموسم القادم هو موسم استثنائي، ويا ترى الناس بتقول في اوبشن من الاثنين اوبشنز، يا اما دوري من موسم واحد او مجموعتين، شايف من وجهه نظرك ايه الحل للموسم اللي جاي؟ بص انا ما يعني انا ما بحبش ده، انا لعبت سنتين موسمين ورا بعض في دوري المجموعتين، ده من افشل الحاجات اللي اتعملت في الكوره في مصر. دوري المجموعتين ده حاجه مش يعني حاجه صعبه جدا، وبيبقى ملوش اي يعني ما فيش اي متعه خالص في الدوري بتاع المجموعتين خالص. لكن موضوع الدوري من دور واحد ده الى حد ما ممكن يبقى احسن من دوري المجموعتين برضو، وانا برضو يعني ما بحسش ان هو حاجه برضو مفيده للكوره المصريه. انا بحس ان الدوري الطبيعي بتاع الموسم اللي هو بيبدا في سواء احنا نبتدي اكيد طبعا في شهر 10 لان مفيش وقت خلاص، هتبدا في شهر 10 وينتهي في شهر 6 او 7 بالكثير، احنا العالم كله بيبدا الموسم الجديد واحنا بنفنش الموسم القديم. يعني احنا يعني خلاص في شهر 10 تقريبا البريمير ليج هيبدا، او بعد بكره الدوري الانجليزي يوم الجمعه اول مباراه، واحنا لسه النادي الاهلي فاضل له مباراه، فانت بتتكلم في حاجه احنا في يعني جاب كبيره قوي قوي بيننا وبين من كل فرق العالم، وبعدين بتنتظر نتائج من منتخب مصر حتى لما بيجي يلعب، بعدين بتحط في امر واقع يا كابتن، يعني انت عندك خلاص الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا هيبداوا، والفرق امر واقع، يلا روح العب. هيبتدوا في شهر 9 المفروض. طب اخيرا اتفضل يا كابتن. فبقول لك لا، التنظيم والترتيب ده اعمله الاول، ابدا بيه الاول، يبقى من عندك انت الاول، بعد كده تعالى حاسب بقى منتخب مصر وحاسب اللعيبه وحاسب الفرق اللي بتلعب في ماتشات افريقيا، حاسب بقى الناس دي بعد كده. لكن انت لو جيت كلمتني وقلت لي انت ما قدمتش نتائج ليه في كذا، اقول لك اصلا مش لما تعمل لي دوري الاول بشكل منتظم ابقى بعد كده اديك نتائج. فهي دي بس المشكله الكبيره اللي انا شايفها من اول الموسم، عدم التنظيم وجوده الملاعب مع جوده التحكيم مع كام حاجه كده، اصلا حاجات اساسيه في كره القدم، بعد كده تطلب نتائج من المنتخبات، ما تطلبش نتيجه من منتخب وانت اصلا مش منظم المسابقه بشكل كويس. ودي اولويه للمنتخب واحترم المنتخب واحط المنتخب فوق اي نادي وفوق اي بطوله محليه، يعني انا شايف منتخب دوري وكاس وكل الكلام ده ما يفرقليش، انا يفرق لي منتخبنا الوطني. طب اخيرا انا معاك، عايز اسالك عن بشكل عام سريعا اداء ناشئين نادي الزمالك، وان كنت بقول في الانترو انا لو مكانهم انا ناشئ، ده انا اول ما البس تيشيرت الزمالك مش بس الفريق الاول هاكل النجيله كل مباراه. طبعا انا بقى انا معاك جد جدا في النقطه بتاعت ان انت ما تعملش حساب ان انا لسه لعيب صغير، فان انا بلعب في وسط ناس لسه صغيرين مع كام لعيب من اللعيبه الكبار، فانا لو ما اديتش بشكل كويس ما حدش هيكلمني. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها كده يا كابتن، ما حدش هيتم عليك، انا اسف. صح. يعني انت دي اصلا فرصه عمرك اللي بتجي لك وما بتجيش كتير، هي بتيجي في اوقات زي مثلا نادي الزمالك ما خلاص النتائج بعدت والدوري بعيد، فبتدي تدي فرصه للعيبه الصغيره علشان تبتدي تشوفها عشان الموسم الجاي، ده هي دي الفرصه الحقيقيه اللي اي لعيب في مصر مستنيها، وانت بتلعب باسم نادي كبير جدا ولابس تيشرت نادي كبير جدا زي نادي الزمالك، لو ما اكلتش النجيله دلوقتي وانت عندك 20 و19 و18 وكده هتاكلها يعني هتموت نفسك امتى؟ فاللعيبه دي لازم تحس بالقيمه الكبيره بتاعت نادي الزمالك والكيان الكبير اللي هو بيلعب فيه علشان يقدر يأدي، فلازم يبقى فيه ناس من اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه تقدر تقول له او تعرف تتكلم معاه في ان انت بتلعب في مكان يحلم بيه اي لعيب في مصر وفي افريقيا كلها مش في مصر بس. فانت دي فرصه بتجيلك ما بتجيش كتير للعيبه كتير، ده انت اول بس ما تحس ان انت نزلت الملعب
انا يعني قاتل يا مقتول زي ما بيقولوا في الكوره، يعني هي دي الفرصه اللي اللعيبه بتتمناها. فاتمنى من كل الناشئين سواء في نادي الزمالك او في كل اللعيبه الموجوده في مصر، لما تاخد فرصه لازم تقاتل عليها علشان هي الفرصه ما بتجيش كتير. كابتن، نادي الزمالك محتاج كام، مش كام صفقه، كام تدعيم من ناحيه البوزيشنز، من ناحيه المراكز من وجهه نظرك؟ انا قلت قبل كده في قناه نادي الزمالك ان نادي الزمالك محتاج من 6 ل 7 ل 8 لعيبه على الاقل الموسم الجديد. من 6 7 8 مراكز ولا لاعبين، يعني مش لازم مراكز، يعني نتكلم مثلا في لعيب في حارس مرمى، في مساك، في باك رايت، في باك ليفت، في ديفندرات، في هاف، في راس حربه. اتكلم في كل مركز على الاقل يعني بتتكلم في 7 8 لعيبه على الاقل الموسم الجديد علشان تقدر تنافس على البطولات الموسم اللي جاي، ولعيبه يبقى ليها اسم كويس في الكوره، ولعيبه تبقى عارفه ان هي جايه نادي كبير، عارفه قيمه نادي الزمالك. النقطه المهمه جدا جدا يا مينا، معلش اتفضل يا كابتن. قيمه نادي الزمالك، انت جاي نادي من اكبر الانديه الموجوده في افريقيا يا صح. جماعه نادي الزمالك نادي كبير واسم كبير، والتيشيرت بتاع نادي الزمالك تيشيرت تقيل، مش اي حد يقدر يلبس تيشيرت نادي الزمالك ويأدي بيه. فانت لازم تجيب لعيبه عندها العقليه دي وعندها القدره ان هي تأدي كل البطولات بنفس الشكل ونفس القيمه اللي انت جايبه بيها. كم لعيب منهم اجنبي يا كابتن؟ يعني لازم كم لعيبه اجانب؟ لا شايف من 6 7 لعيبه اللي هو المراكز اللي حضرتك قلتها، انت محتاج على الاقل 2 لعيبه اجانب. مراكزهم ايه؟ يعني انت بتفضل المهاجم يبقى اجنبي، الثيرد باك يبقى انا أجنبي. بفضل الناس اللي في الجزء الهجومي هي اللي تبقى الاجانب، اللي هو مثلا لو بتتكلم على هاف ليفت او هاف رايت، بتتكلم على لعيب اجنبي مهم جدا، او راس حربه، او لعيب نص ملعب مدافع. دول اللي دايما بيبقى قيمتهم يعني الكبيره، بتفرق مع اللعيبه او بتفرق مع نادي الزمالك او هتفرق مع نادي الزمالك المراكز اللي هي محتاجها في الموسم الجديد، مع طبعا اللعيبه القديمه الموجوده، مع التجديد لزيزو الضروري جدا 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 ومهم قوي ان هو يفضل ويبقى موجود في نادي الزمالك، مع اللعيبه اللي هتيجي سواء الصفقات اللي هتيجي الجديده او اللعيبه الموجوده من الموسم اللي فات. ان شاء الله نادي الزمالك باذن الله يأدي باذن الله موسم كبير الموسم اللي جاي، مع بعض التنظيم، مع بعض الحميه والقلب والروح من بدايه الموسم، علشان تفضل محافظ على مستوى واداء نادي الزمالك ان شاء الله في كل البطولات اللي هيشارك فيها. فاتمنى يا رب ان شاء الله ان الموسم الجاي يبقى افضل من الموسم ده ويبقى منظم بشكل احسن. يعني ان شاء الله كابتن علاء كمال نجم نادي الزمالك، اصلك بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كلام محترم.